صباح الخير، صباح السعادة على أهل وشعبها الطيبين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. طبعا النهاردة مش هتكلم عن التقدير ولا الاحترام، هنتكلم عن شغلنا الأونلاين. شغل الأونلاين اللي هو بيشمل التقدير والاحترام والجودة، وأجمل شيء في الأونلاين هنعرفه من الأستاذة هند. صباح الخير أستاذة هند. صباح الخير أستاذة أيوب. طبعا ارحب بالساده المشاهدين، صباح الخير، صباح الورد على الساده المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. طبعا زي ما عودناكم كل يوم سبت بيكون معانا ضيف، بس مش اي ضيف، هنتكلم عنه وعن سر من اسرار مهنته. وطبعا السر دوت بيبقى خلاصه تجربه كبيره جدا وسنين كتيره. النهارده هنتكلم عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا، وزي ما انتم عارفين ان الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا اصبح هو الاساس، بمعنى ان انا مش هقدر اشتري وانزل واتعب وكده في ظل الظروف اللي احنا فيها، لكن بيبقى فيه الشغل الاونلاين اللي هو بيجيب لي الحاجه لحد البيت وتكون متعقمه كويسه جدا. طبعا انا مش هطول في المقدمه بتاعتي، لان انا هسيب الكل ده هنعرفه من الاستاذه شروق صاحبه بيت جلونا، طبعا قائده من قوات الاونلاين. اهلا وسهلا بك يا استاذه شروق، نورتينا ونورتي برنامج اسرار الحياه. نورتي يا استاذه شروق. استاذ شروق، قبل ما ابدا موضوع حلقتي عاوزاك تعرفي الساده المشاهدين بحضرتك وشغل حضرتك اكتر. انا شروق محمد سرت حسين، عندي 27 سنه، مواليد 93. شغلي بدا من حوالي تقريبا 4 سنين، الفعلي سنتين، لوحدي سنتين. ما كنتش لوحدي. من ايه الحاجه اللي حبيتك في الشغل اونلاين على انه متعب شويه؟ ان انا حابه الشغل، يعني انا دي هوايه بالنسبه لي، بحب يعني خدت الحاجه دي كهوايه مش دراسه. لا مش يعني انا في الاول انا اصلا خريجه كليه اداب قسم اثار جامعه المنصوره. حلو جدا. تمام. كنت حابه المجال وكده، يعني حابه المجال ان انا ادرس عن الفاشن والموضه والحاجات دي. انا في الاول لما دخلت دراستي تمام كنت حابه مجال معين، وبعد كده طلعت لقيت نفسي يعني ايه، بحب حاجه اكتر. بالنسبه لي انا ما بزهقش من الموضوع. بصي يا شروق، اي شغل محتاج الحب، انك تحبيه عشان تلاقي فيه ان انت طبيعي. اكيد اي شغل يبقى لازم فيه الحب عشان يكمل ويستمر. لا، وانا بحب يعني ما بزهقش. لا، مهما بذلت مجهود مهما كان مجهود. عايزه اقول لك يا شروق حاجه، ما بزهقش. ان احنا لما دخلنا على الصفحه بتاعت حضرتك لقينا فيها ريفيوهات كتيره جدا، كلهم بيشكروا في الخامات، الماتيريال، المصداقيه. ما تخيلتش ان صاحبه البيج ده سنها صغير كده، وما تخيلتش دلوقتي ان حضرتك عندك 27 سنه. لا 27. يعني انا قد تخيلت اللي هتجيلي تسجل معايا في البرنامج يعني سنها مثلا في الاربعينات، على اساس ان البيج بسم الله ما شاء الله كويس جدا. لا مش. والناس بتشكر في حضرتك ذوق وادب واحترام. وانا بتعمد بقى انزل لما حد يبعت لي حاجه، بتعمد انزلها عشان في حاجات ربات كتير بتحصل. التعليقات بتاعت حضرتك الريفيوهات موجوده طبعا على الشاشه. الناس كلها بتتشكر في حضرتك بامانه، يعني كسن صغير وكشغل زي ده جميل جدا. بالحاجه وهي نازله عشان ايه. شروق، طب عاوز اسالك سؤال، بس الحاجه اللي انت بتعرضيها هي اللي بتجيلي؟ بصراحه بايدي. يعني مفيش حاجه يعني كده اطلب حاجه تيجي غيرها؟ بصي يعني ممكن يكون مصنع بيصنع الحاجه تمام او كده، بيعرضها على موديل وبيصورها عنده هو على الطبيعه عنده. انا ما بكتفيش بكده، انا بصورها بقى عندي انا. يعني حتى بتصوير من غير لا اديت ولا خالص. فعلا انت مصوره جوه المحل اصلا؟ اي حاجه والله، لدرجه ان انا اول ما بدات اصلا كانوا يعني بدا زمايلي يدخلوا لي وكده، فكانوا يقولوا لي ان الحاجه عندك احلى من الصور بكتير. الحاجه على الطبيعه. طب حلو جدا، انت ظالمه الحاجه بتصويرك. تمام. يعني شوف انا حضرتك بصور طبعا بتعرضي إيه، اخطف صوره كده بس الحاجه الماتيريال تبان. تمام. شغل بتاعي ده وشو جميل جدا، ممتاز. لا هو الصراحه الالوان متناسقه من غير ايديت، من غير اي حاجه، متصوره على الطبيعه. يعني حتى اللي لابسين الحاجات دي من غير ولا فلتر ولا اي حاجه. لا بس انا برضو مش بيكفيني كده، مش بيكفيني ده، لاني صورت صوره جنبها كده تاني. والله برغم من كده برضو بتسال في صوره على الطبيعه.
يعني انا شكل اصلا يعني, يعني شكل الاسطورة نزيله اصلا على شكل الطبيعه. شكل الاسطورة عندي اصلا خلاص اتحفظ من كتر ما انا بنزل. انا حفظته نفس والله نفس الخلفيه ونفس كل حاجه. تمام تمام. وبرده بتسال في حاجه على الطبيعه, الصوره على الطبيعه, اقول لهم والله يا جماعه الصوره على الطبيعه بكذا شكل. لا يعني هي ملبوسه وهي تصوير المصنع اللي انا بشتري منه. انت كمان يا شروم مصوراهم اصلا في قلب الستور بتاع حضرتك. اه انا بصور يعني بيدي. مش جايبه حد يصور. لا ده انت بتعلقي المنتج وانت بتصوريه. كذا حد حتى اقترح عليا انه هاتي حد فوتوغرافر. ايوه يصور تمام. لك كله ماشي كده الحاجه بطريقه احسن كده. بقول لهم انا اتشهرت كده, انا اتشهرت بطريقه تصوير انا تمام. والحمد لله جايب نتيجه كويسه. يعني الاختلاف كل الناس دلوقتي كل تمام. الاونلاين وكل يعني الاونلاين حتى اللي شغالين في بيوتهم بيصوروا بكاميرا, بيصوروا يعني بكاميرا بروفيشنال سايد. بس فانا ما بحب انا اصور بنفسي. لا واحلى صور يعني بجد احلى صور ليها مصداقيه. اتطورت يعني انا اول ما بدات كانت صوري اقل من كده شويه وبتظلم الحاجه فعلا. ايوه دلوقتي بقيت افضل شويه الحمد لله. هو طبعا بقالك فتره في الاونلاين, شايفاه سهل ولا متعب شويه؟ الايه الشغل اونلاين متعب. هو يعني انا اصلا فاتحه مقر للحاجه عشان ما اتعبش مع تمام. يعني هو في ناس فعلا هو متعب من اي وجهه نظر يعني من بيع والشراء ولا خصوصا فئه المترددين. تبعتي لها الحاجه زي ما هي قايله لك وفي نفس الوقت تقول لك لا ده انا مش عايزه ده المقاس ده صغير. ممكن اصلا هي على ما تجهز الاوردر تاخد مني يومين ثلاثه بتقرر. يا نهار ابيض. طيب. عايز صبر ومجهود. فلا هو انا بطول بالي تمام. بس انا ما عنديش يعني انا ساعات لدرجه ان في واحده انا مش عارفه اتخيل انا من كتر ما عدى عليا الزباين بقت البنت تقول لي وزنها وطولها تمام خلاص بعرف هي تلبس ايه. ايه حفظتيه خلاص؟ حفظت. لا انا حفظت كل الجسم بيلبس فعلا. انت بتجيبي الحاجه بالملي بالملي. اه تمام. لما بحتار شويه بقيس بالمزور الحاجه بتوصل بالسنت. تمام تمام. قليل جدا ان الحاجه توصل يعني بنسبه 5% 10% تمام الحاجه ما توصلش المقاس مش مظبوط وبنبدله يعني عادي. ما عنديكيش اي مشاكل في الموضوع خالص. ده ما عنديش اي مشاكل خالص. حلو طبعا. وممكن ابعت للبنت تمام بره المحافظه حتى كذا قطعه تتنقي اللي هي عايزاه وتسيب الباقي يرجع لي. طب ده ما فيش كده هي تبعت كذا قطعه يعني مشروع مش الحاجه اللي بتطلبها بس. عن نفسي عمري ما حصل معايا كده يعني مش الحاجه اللي انا بطلبها بس هي اللي بتروح لي. لا انا ممكن بنت تقول لي ممكن تبعتي لي كذا قطعه يعني انا حاطه الاوبشن ده من عندي عشان انا حتى استريح عشان استريح اشتري دماغي من الزن اللي بيبقى موجود. في ناس فعلا متعبه يعني في ناس متردده جدا وفي ناس متردده يعني انا هي مش 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 حته متعبه قوي هي متردده هو كده ربنا خلقهم كده تمام. لا وخصوصا انا ساعات بتردد في حاجات يعني انا ساعات ببقى مش عارفه دي ولا دي انسب هروح البيت اغير رايي كده تمام. فبفضل معاهم لما بلاقي حد متردد كده. طب انا ممكن ابعت لك اللونين ممكن ابعت لك مقاسين تختاري ما بينهم تمام. وتشوفي فكده بالنسبه لي اريح لي. لكن انا لو اشتغلت اونلاين بس هبطل الشغلانه اصلا. هي فعلا متعبه الشغل الاونلاين ده عن لما تكوني فاتحه ستور والناس كلها بتجيلك. في ناس كتير دلوقتي كمان مش يعني انا عندي مقر الحاجه عشان بحيث ان انا لو جبت حاجه دي ما خدهاش حد تاني ياخدها تمام. بس غير كده ما عنديش انا طاقه للاونلاين بس تمام. صعب حبش. جدا جدا ومجهد جدا والحاجه في التخيل وغير كده من الناس ساعات بتستغرب ان الحاجه نفس الطبيعه وممكن تكون احسن. بس فربنا يوفق بقى الباقي ان شاء الله. شروق انا لو دلوقتي طلبت اوردر منك حاليا يوصل لي في خلال قد ايه سواء في القاهره او بره القاهره؟ في ايه الاوردر طلبته من حضرتك يوصل في خلال قد ايه؟ لو جوه المحافظه عندنا او بره المحافظه؟ لا جوه المحافظه في نفس اليوم تمام. حلو بعدها بساعتين عشان هي اصلا منصوره على بعضها اصلا صغيره فسريعين يعني خلال المحافظات 3-4 ايام بكثير كتير قوي تمام. يعني انت بتتعاملي مع محافظات مش جوه القاهره فقط لا غير؟ كل المحافظات يعني انا حاليا مش مفيش مكان ما بعتلوش جميل
يعني بس ده حلو يا شروق، يعني حلو اللي انت تتعاملي مع كذا محافظه مش محافظه ده برضو بيزيد خبره لحضرتك صح؟ ما انا بدات في الاول، اول ما بدات كنت بعمل اعلانات جوه محافظتي عشان لسه انا البداية كده مش عايزه البداية. ابذل مجهود كبير الاول اشوف الدنيا هتمشي ازاي. حلو جدا التخطيط ده. بعد كده بدات بقى اتوسع، فالحمد لله بداوا يعني بدا شغل المحافظات من نفس مستوى ويمكن اكتر كمان مستوى الشغل اللي كان قبل المحافظات طبعا. تمام. يعني انا كاني لدرجه ان الناس بداوا يطلبوا مني والله افتحي في اسكندريه والقاهره بالذات، تمام، بدا يطلبوا مني ان افتحي فرع عندنا. والله والله احنا عايزين نيجي. مره تانية انا في يوم الجمعه بنفتح متاخر شويه، تمام، فالناس كانوا جايين من محافظه تانية عشان والله عشان الستور. فيا جماعه بيقولوا احنا جايين لك، والله مش فاكره قوي كان تقريبا من طنطا او ياه، جايين المنصوره على السفر طبعا. ما انا ما صدقتش يعني. انا عايزه اقول لك ان حضرتك نجح، يعني حققت نجاح حلو جدا. حضرتك سنتين بس اونلاين ولسه في سن صغير، ولسه سن صغير يعني متوقعين كمان 3 سنين احنا مش هنعرف نكلم استاذه شروق خالص طبعا. فبسالها بقول انت ليكي جامعه هنا او ليكي شغل هنا او حاجه؟ تقولي لا انا جاي عشان اشوف ال سبحان الله. سالتها السؤال بطريقه تانية، انت طب جاي مشوار هنا او جاي تقابلي حد؟ انا مش عارف السبب. لا انا جاي عشان اشتري. فوالله انا عن نفسي ما كنتش مصدقه، يعني انا ما برا يعني انا ما بروحش ما بنزلش مشوار مجهود اصلا. طبعا يعني اللبس كويس في كل في مكان، تمام، في اماكن بتبيع حاجات كويسه، تمام، فانه حد يجي لي قصدني انا مخصوص، فان انا لسه برضو ما خدتش ال تمام، ما بقاليش مش قديمه قوي يعني. تمام. اقطعك بس يا شروق، دي حاجه مبسطاني جدا. اقطع بس حضرتك. اقطعك بس ثانيه واحده، نطلع فاصل نرجع لك مره ثانيه. فاصل بس بسيط ونرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومع ضيفتنا الجميله شروق. كنا عايزين نعرف بس انت بتعرضي ايه على البيج بتاعك؟ الشغل بتعرضي ايه؟ الاوتفيت اللي يخص المرأة عموما. الجزء الفوق البلوزات البوديهات الجواكت تمام، والجينز تمام، وشنط شنط حلو شنط جدا حريمي. وان شاء الله نبدا ندخل بقى الشوزات وال يعني ايه واكسسوارات. عايزه ستور كامل. ما انا كنت بحب حابه ستايل جاليري كمان، يعني هو ايه تبقى حاجات حد يدخل من عندي يبقى واخد اوتفيت كامل. طب حلو جدا. بس يعني هي بالحاجات دي بتيجي بقى خطوه خطوه ان شاء الله. بس جميل جدا يعني الحاجات دي. صح البيج بتاعك شامل كل حاجه. هيشمل كل حاجه، هو حاليا ناقص بندين كده او ثلاثه. فان شاء الله نكملها باذن الله. طب معنا اتصال استاذ رحاب. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ رحاب؟ الحمد لله. صباح الخير. ازيك يا استاذه هند؟ صباح الخير يا استاذه ايه. صباح الخير يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي في اسرار الحياه. اهلا بيكي يا حبيبتي. عايزين بس نسالك عن شغل استاذه شروق، ايه رايك فيه؟ لا ما شاء الله عليها. صباح الخير الاول. ازيك يا شروق، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ منوره البرنامج يا حبيبتي. هو صراحه لبسها جميل جدا، الخامات هايله وبتعيش وجميله، وكمان هي خلتني اصدق في حاجه انا عمري ما كنت هحاول ان انا اجربها، يعني ان انا اطلب اوردرات اونلاين او هدوم. كنتوا بتخافوا من الموضوع ده؟ طبعا. طب لان الحاجات ما بتبقاش مضمونه، بتجيلك غير اللي انت بتشوفيه خالص ولا اللي انت بتطلبيه تماما يعني. تمام. طب بس مع لونا بقى ومع استاذه شروق، ايه اللي حصل؟ لا منتجاتها هايله ما شاء الله، جميله جدا، وخلت يبقى عندي في مصداقيه ان انا اطلب اونلاين وانا مش خايفه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. والاوردرات ما بتتاخرش لما بطلب حاجه برضو. لسه كانت بتقول الموضوع ده. يعني دي اهم حاجه فيهم فعلا، المصداقيه والخامات الكويسه والمواعيد المظبوطه يعني. تمام. شرفتيني يا استاذه. شرفتيني يا استاذه رحاب.
الناس فرحانه جدا بحاجتك والاوردرات في مواعيدها والخامات والماتيريال مظبوطه، يعني ده شيء كويس جدا. وفي حته كمان انه يعني ساعات حد ممكن يطلب مني حاجه او كده ويحصل له ظرف او كده فيطلب تاجيل للاوردر او كده، تمام، فبنسيبه عادي في شركه الشحن، يعني ما بنسيبه لحد ما يجي اللي ياخده او صاحب نصيبه زي ما بيقولوا. في ناس ممكن تاجل اوردر شهر وتستلمه بعد شهر. بعد شهر يا استاذه شروق؟ والله شهر. ليه؟ والله شهر. بيكونوا تخنوا عليه اصلا. ما هي مالهاش، هي مش فاضيه دلوقتي، مش عايزه. بس يعني في ناس اصلا بعد ما بنشحن الاوردرات وكده معلش الغي الاوردر حصل لي ظرف. طب والشحن ده؟ ما هو الشحن ده كده مش في مصاريف شحن؟ فغالبا انا اللي بستحملها. معقوله؟ بس دي حاجه صعبه جدا. لا ما هو في، بصي هو في زي ما في ناس مريحه وجميله وتعاملها لطيف، في ناس برضو مش، يعني ما فيش كله حلو، ما فيش حاجه كلها حلوه. تمام تمام. في هنا تمام وهنا لا حلو. في حاجه بقى يا استاذه شروق انا عايزه اعرفها منك، ايه هو اسباب نجاح اي شغل اونلاين؟ انك تكوني حابه شغلك بصراحه. حباه. انا عن نفسي يعني عشان تستحملي المشاكل بتاعته. انا يعني انا اتعرض عليا والله شغل في الانكم بتاعه اعلى من 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 اللي انا شغاله. بالنسبه انه نجاحه هيبقى اعلى، بس انا ما مش حابه ما يعني بس هو شغل متعب يا شروق، وخصوصا انا اصلا طاقه استحمالي شويه انه قليله شويه. ده اللي خلاني اصلا افتح مقر للحاجه اللي انا بعرضها. انا ما ينفعش ابقى اونلاين بس. تمام. لا مش هتقدري تستحملي الاونلاين بس. لا مش هقدر، اصل انا ببدل كتير في حاجات كتير يعني. بنسبه كبيره الحاجه بتوصل مظبوطه. تمام. بس اللبس اصلا يعني ممكن تكوني حاجه عجباكي جدا تيجي تجربيها عليكي ما تعجبكيش. لا خالص. مشكله زي دي بتحليها ازاي يا شو؟ بنبدلها. طب ماشي، بس انا لبست هي بتقولي لا وبتبدلها والشحن بيبقى عليها يعني. عليها في يعني انا مثلا في ناس بتقولي انا هطلب دي لو ما جاتش كويسه ممكن ادفع الشحن بس. ممكن يعني بتكوني متفقه مع العميل على مصاريف الشحن كده؟ اقول لها ما عنديش اي مشاكل. تمام تمام. ففي ناس خلاص التكرار تمام، انه خلاص بتكرري فبتنسي. يعني انا بنسى ساعات، بنسى ان انا اقول لها لو ما عجبتكيش رجعيها بس الشحن عليكي. انا ما بيجيش في بالي بقى خلاص، اصل خلاص ده يوميا. تمام. استمرار كل ساعه كل دقيقه، انا واونلاين مع الناس 24 ساعه. انا والله يعني اهلي في البيت بداوا يشتكوا ان سيبي الموبايل. افصلي. تمام تمام. بس لدرجه ان بيبقى فيه ضغط مسجات كتير جدا. تمام. وانا والله ولا مره ما ردتش ولا مره. خلاص اللي بيخليني استعجل. طيب هقطعك مره ثانيه وناخد اتصال. تمام. الو استاذه امل معانا. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه امل؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه هند؟ الله يخليكي، نورتي اسرار الحياه. الله، اهلا وسهلا بيك. ازاي يا استاذه ايه؟ الحمد لله استاذه، نورتيني يا استاذه. عايزين بس نعرف حضرتك ايه رايك في شغل استاذه شروق؟ لا استاذه شروق اهلا وسهلا بيها، يعني شغل مش قادره اقول لك يا ماما. ما شاء الله، اهم حاجه عندها المصداقيه. بسم الله ما شاء الله عليها يعني. الخامات كويسه يا استاذه امل؟ قوي 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 قوي، يعني احنا جربناها مره واثنين يعني. ما شاء الله ما شاء الله. هي اللي بتجيلك؟ هي اللي بتجيلك؟ ما شاء الله عليها. ما شاء الله، ربنا يعزك. يعني هي الشكل اللي بيجي لك على السوشيال ميديا. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. تشرفنا بحضرتك يا استاذه، شرفتيني. مداخلات كتيره وكله بيشكر في لونا واستاذه شروق. بصراحه انا مش عارفه الناس دي جت ازاي اليوم. شروق، من كلامك ان انت اللي يعني انت اللي بتتابعي البيج وانت اللي بتبدي على كل الرسائل، مفيش حد بيساعدك؟ لا انا اللي بتابعها. كذا حد عرض عليا نرد على المسجات شويه او كده، بس ما انا شايفه انه مفيش حد هيعرف يتعامل مع الزباين غيري. ايوه بس يعني انت بتوفقي ما بين بيتك ازاي وما بين شغلك برضه؟ بحاول اوفق. انت اللي بترد على الرسائل يا استاذ شروق صح؟ انا اللي برد. ضميرك كده بيبقى زعلان لو انت ما ردتيش. لا لازم انت اصلا انا بس وقت النوم اللي بنامه بس ما بردش.
عشان انا بلاقي امبارح اكيد. فاللي هو بيبقى انت حضرتك ليه ما حدش بيرد تمام؟ يعني انا مثلا بنزل الموديل على البيج تمام، بيجي لي عملاء في الـ في الـ في الستور وبيجي لي مكالمات وبيجي لي مسجات على الاكونت بتاعي الخاص وعلى وعلى البيج تمام. الناس بيشتكوا ان انا مش برد على الكومنتات. اولا اللي بيجوا في البيج في اللي بيجوا عندي الاول في الستور ده رقم تمام. واحد تمام. بعدين تاني حاجه اللي بيطلبوا اونلاين كومنتات دي انا بعرض شغلي، لحقت ارد على الكومنتات مفيش مشكله، ما لحقتش بقى خلاص مش هعرف تمام. مش هلحق. شروق، طب اللي عاوز يتواصل معاكي او يطلب اوردر يطلبه ازاي؟ يتواصل معايا من ناحيه ان هو ياخد على البيج فقط لا غير، ولا اتصال الايه على البيج؟ اتواصل معاكي. اتواصل معاكي ازاي؟ رقمي محطوط على ال اكيد هو محطوط على الشاشه الكفر. هو التايتل بتاع كله محطوط يعني. انا كل المعلومات وال الجروب بتاعي انا بنزل الموديلات باسمي الاكونت بتاعي. والبيج يعني انا حد لو 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 حد طول معايا في الكلام شويه او احتار شويه بديله الاكونت بتاعي تمام، انه يتواصل معايا عشان انا ما انساهوش تمام. لو حد متردد شويه او كده فببقى محتاج ان انا ابقى فاضله متواصله معاه. حلو جدا طبعا. فبديله الاكونت بتاعي وخلاص، يعني اللي هو يتواصل معايا كده. ما عرفتش توصل له كل حاجه في الكارت اللي حضرتك بتاعه بيوصلوا لي في الاخر تمام. بس بنبدا بقى نشوف يعني، هي بنحاول نقرب المسافات كده لحد ما ايه ان شاء الله اللي جاي احسن. انت نورتينا يا شروق، شرفتينا ببرنامج اسرار الحياه، نورتينا واستفدنا من حضرتك كتير، وكفايه المداخلات التليفونيه اللي كلها بتشكر في حضرتك. انا الشرف ان انا كنت معاكم واتبسطت جدا. تسلميلي يا حبيبتي، وان شاء الله في قنوات ثانيه كثيره. تسلميلي. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه.